السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء من المستوى الثالث إعدادي وكذلك من التشريح الأحرار، مرحبا بكم في هذه الحصة تتلخص الدرس ديال ليديكاسيون نيتريسيونيل من التربية الغذائية وكذلك لا بروتيكسيون دو لاباري ديجيستيف. إذا في هذه الحصة هناك محاور متعددة بينها تفضلوا معايا l'éducation nutritionnelle et la protection de l'appareil digestif. Et dans le premier rôle, le rôle des aliments dans la satisfaction des besoins des corps. Il y en a qui dit que je m'ouvre. Il y en a qui dit que je m'ouvre. وهاد خمسة مجموعات تنقسم إلى ثلاث فروع سوف نطرق عليها إن شاء الله. كاين ديزيكليب ألمونتيغ من العوز أو نقص التغذية، وكاين ما يسمى بليغاسيون ألمونتيغ مهم جدا هاد الفقرة، أو لا بروتيكسيون دو لاباغي ديجيستيف. نتكلموا حول لي زاليمون كومبوزي بحال مثلا في الصوره تبان لكم هاد لي زاليمون كومبوزي الاصل ديالهم من الاصل النباتي بحال الخضار والفواكه والزيوت الى اخره، هذا الاصل النباتي. وكاين من الاصل الحيواني مثلا الاسماك واللحوم الى اخره والبيض ومشتقات الحليب، هذا كله من الاصل الحيواني. وهذوك لي زاليمون كومبوزي بحال الصور تنقسموا تتكونوا من عده عناصر غذائيه بسيطه بحال الجليسيد بروتيد ليبيد او سيلي مينيرو فيتامين، هادو تيسمو لي زاليمون سامبل، أغذية بسيطة. وهاد الأغذية البسيطة هي أصلا هادوك لي زاليمون كومبوزي تنتظرو تيكون عندهم مجموعات، كاين المجموعة الأولى مثلا فيوند أو بواسون، هادوك تيسمو لي زاليمون غيش أون بروتيد إي دوريجين أنيمال، أصل حيواني ولكن غني غني جدا بالبروتينات. المجموعه الثانيه كاين لي فروماج اليمون ريش اون كالسيوم، معناها غني بالكالسيوم، هذه المجموعه الثانيه لي الحليب ومشتقاته هذا غني بالكالسيوم. انا تنتكلم حول لي زاليمون كومبوزي. كاينين بعد الاغذيه المركبه غنيه بالبروتينات من اصل حيواني فياند او بواسون. المجموعة الثانية كاين بعض الأغذية غنية بالكالسيوم مثلا الحليب ومشتقاته. كاين المجموعة الثالثة هادو غنية بالدهون بيغ ويل كريم اتسيتيرا، الزيوت ومشتقات الزيوت ومشتقات مشتقات كذلك بعض مشتقات الحليب كريم ويل اتسيتيرا، هادو غنية بالدهون غيش اون ماتيير غراس. المجموعة الرابعة من لي زاليمون كومبوزي غنية بالنشا تسمى غيش اون اميدون اي اون سكر وسكريات، فيهم بان او بات و بوم دو تيغ و ري و سكر و كونفيتور، هادو كلهم غني غني بالسكر وكذلك بالنشا. كاين المجموعة الخامسة تتكون من الخضر ومن الفواكه طازجة أو غير طازجة اللي زال مغيش دي فيتامين أو فيبر من الألياف وكذلك من الفيتامينات. وأخيرا المجموعة السادسة تتكون من ماء ومن السوائل، هذه وظيفية، هذه الماء عنصر وظيفي ومهم جدا وغني عن كل تعريف. إذا كخلاصة كنا عندنا خمسة المجموعات وكل مجموعة تحتوي على واحد نوع من الغذاء مركب وتتصنف على حسب الغنى، مثلا كاين بعض الأغذية مركبة غنية بالبروتينات اللحوم وإلى آخره. كاين المجموعة الثانية غنية بالكالسيوم الحليب ومشتقاته إلى آخره. كاين المجموعة الثالثة غنية بالدهون زيت و الزبدة والقشدة إلى آخره. كاين المجموعة الرابعة غنية بالنشا والسكر الخبز والعجائن وكذلك البطاطس، نوع من البطاطس نوع من الخضر.
وكاين المجموع الخامس بقية من الخضار وكذلك الفواكه غنية بالألياف والأصل النباتي والفيتامينات. والمجموعة السادسة تتكون من الماء. أنا أتكلم حول المجموعات الست اللي تتكون منها لي زاليمون كومبوزي، وهذوك لي زاليمون كومبوزي اللي تتكون من لي زاليمون سامبل. هما عندهم مجموعات، كاين لي زاليمون باتيسور ولي زاليمون انرجيتيك ولي زاليمون بروتيكتور. بالنسبة لي زاليمون باتيسور هنا كاين واحد الخطأ خاصنا نلاحظو، بالنسبة لي زاليمون باتيسور كاين بروتين تلقاو في الأسماك والبيض وكيف ما تتشوفو في اللحوم، هادوك تيسمو لي زاليمون باتيسور كونستركتور. كاينين ما يسمى بلي زاليمون انرجيتيك، الجليسيد و الجليسيد و ليبيد السكريات و الدهون، هادوك ما يسماش لي زاليمون فونكسيونيل، لا خاص يديرهم في لي زاليمون انرجيتيك، معناها في الأغذية الطاقية وليست الأغذية الوظيفية. الأغذية الوظيفية هي الماء والخضار والفيتامينات والأملاح المعدنية. أنا سأتكلم حول تصنيف ديال الأغذية البسيطة، العناصر ديال الأغذية البسيطة غليسيد بروتيد ليبيد أو سيل مينيرو فيتامين. إذا بروتيد تندرج في إطار ديال لي زاليمون باتيسير، كما قلنا الفيوند او بواسون اتسيتيرا، هذا يعني غيش بالبروتين، بروتينات لي باتيسير غيش اون ماتيريو دو كونستركسيون، معناها بروتينات. اذا بالنسبه لي اليمون انرجيتيك معناها الطاقيه كاين عندنا الجليسيد وليب فهم، ولي زاليمون فونكسيون البقيه ديالهم من الخضار ومن الفواكه لي غيش اون فيتامين غيش اون فيبر اتسيتيرا اي سيل مينو. وهاد لي زاليمون باتيسور انرجيتيك فونكسيونيل كلهم تندرجو في واحد الاطار ديال لونسومبل دو اونسومبل دي سي كاتيجوري داليمون كونتريبيو اي اون اليمونطاسيون ايكيليبري. هنا تندخلو في الاطار ديال ديزيكليبغ اليمونتيغ، تسمو بالفرنسي لي كارونس اليمونتيغ لي العوز الغذائي. مثلا كاين عندنا هاد المرض هذا سميتو الكواشيكور، هاد الكواشيكور السبب ديالو هو نقص في الكواشيكور و ما نوتريسيون بروتيديك اي ماركي بار لا بريدومينونس دو لا كارونس اون بروتيد شي لونفون. اذا ما عندوش بروتينات لا يتناول بروتين، بخصوص الاطفال لا يتناول بروتينات، اذا ولا بد يتصابوا بهذا الداء سميتو الكواشيركور. lorsqu'il passe d'une alimentation lactée à une alimentation à base de bouillon, de céréales et de farine de manioc. بخصوص في الوقت ديال الفطام، اذا خص الانسان خصو بالنسبه للاسر خاصها ولا بد تكون واعيه بنوع ديال التغذيه ديال الاطفال ديالها بخصوص السن ديال الست السن ديال هنا ديال شو يقولوا ديال لا لي الموتاسيون لاكتيك فطام كما تنقولوا بالعربي. اذا خص الانسان يعرف هذه المساله هذه ان العوز او نقص في البروتينات خصوص الاطفال يسبب لهم الكواشيركور. عندكم صور ديال الاطفال المصابين بالكواشيركور، والسبب هو نقص حاد في البروتينات، انتقال من الحليب الى بشكل مفاجئ الى نوع اخر من التغذيه. ولا بس يبغى عشرين. كاين هناك لا مالتريسيون، كاين اخر من لي كارونس اليمونتير هو لي كارونس اون فيتامين او ما يسمى بالفرنسي افيتامينوز، نقص في فيتامين بي 1 الداء اللي تتصاب به هو لوبيريبيري. لوبيريبيري هي مرضية كوزي بار ان ديفيسي ان فيتامين بي 1 كي بروفوك ان انسيفيزونس كاردياك اي دي تروب نورولوجيك.
كاين نقص في الفيتامين دي او مرض كساح. لو راشيتيسم هي une maladie de la croissance et l'ossification observée chez le nourrisson et le jeune enfant. Elle est liée à une carence en vitamine D. Elle est caractérisée par une insuffisance de calcification des os et des cartilages. إذن عندنا مرض ديال كواشير كورس، ديال نقص حاد في الكالسيوم. وكاين عندنا الكساح، هو نقص حاد في الفيتامين ديال دي، و ديال بيريبيري نقص حاد في الفيتامين بي. كاين عندنا نقص حاد في الفيتامين سي تسمى داء الحفر لو سكروبي. هي مالادي انسيان ديو ا اون فورت كارونس اون فيتامين سي. Il se manifeste lorsque le corps humain est en fort manque ou manque total d'acide ascorbique, c'est-à-dire vitamine C. Et voilà. Et donc, le maladie de Kwashiorkor corps ou un nox fi le protéines. وكذلك مرض الوزن يسبب لي اسهال حاد. وكذلك هذا الفسح السبب ديالو هو نقص في الفيتامين دي. والمرض ديال البيريبيري نقص ديال نقص حاد في الفيتامين بي 1. وداء الحفر الذي يصيب الاسنان او صفران الاسنان السبب ديالو هو نقص في الفيتامين سي. وعندنا الكواتر هي اون انسيفيزونس دون هرمون تيرويديان لو تيروكسين provoquant une hypertrophie de la glande thyroïde. من غدة الطريقية، انتفاخة الغدة الطريقية ناتج عن نقص ديال اليود الأملاح ملح اليود. المهم شفنا دابا لي ديزيكليب اليمونتيغ، يمكن لكم ترجعوا للمقرر ديالكم باش تحفظوا بشكل جيد. شوفوا دابا ما يسمى بلي غاسيون اليمونتيغ، التوازن اللي خاص يكون. لنسبهم شوفوا معي هذاك الميزان الوسط، عندنا لي بوزوا نيتريتيف، عندنا الابور نيتريتيف. وانتبهوا واحد القضيه بغينا نفسرها لكم، بان هاد لي غاسيون اليمونتير راه خصنا نديرو التعريف ديال غاسيون اليمونتير اي كونسيدير كوم ايكيليبري لوسك لابور اليمونتير كومبونس لي بيرس دو ماتيير اي دينيرجي دو لورغانيزم اي لوسك ايل كونتيان تو لي اليمون سامبل انديسبونسابل اوسي بيان اون كونتيتي كون كاليتي. La ration alimentaire varie avec l'âge, le sexe, l'activité et l'état physiologique. Bien sûr, tu sais, ayo tilmi l'aziz, anna باش تحافظ على الصحه ديالك خاص ولا بدا يكون عندك واحد la ration alimentaire équilibrée. من حاجه الجسم في مده 24 ساعه ما يكونش عندك نقص. معناها خاصك عندك تغذيه متوازنه جدا. Équilibré. Les besoins nutritifs, mais les hajjis l'agnaïa, moutouazine c'est même mal les apports nutritifs. Avec le mjoud, les tests de l'eau, c'est qu'on moutouazine mal les besoins nutritifs. C'est qu'on a des israfs, mais qu'on a des naqs. Les rations alimentaires équilibrées de point de vue quantitatif et qualitatif. On a des kmiens ou on a des kifiens. Corps en bonne santé. وخاص تعرف بان لي غاسيون اليمونتير راه يختلف من ناحيه الجين السن والجنس، يعني الذكر والانثى، ومن ناحيه الانشطه اللي تيقوم بها الفرد والحاله الجسمانيه. ما تنساش لاج طبعا دو دور كبير، العمر، عمر السن والجنس والنشاط وكذلك الحاله الفيزيائيه ديال الجسم. اذا خاص تعرف كيفاش توازن ما بين الحاجيات الضرورية ديال الجسم والمجهود اللي تتبدلو خلال او الانشطة اللي تتبدلو خلال اليوم. اللي عرفتي بانك انت مثلا عندك واحد الاجهاد خاص ولا بدا توفر واحد لي بوزوان نيتريتيف متوازن مع مع القدر ديال المجهود ديالك. ما كانش عندك واحد الاجهاد خاصك تعرف كيفاش توازن، ما خاصش يكون عندك واحد الاسراف في التغذية وما يكونش عندك نقص في التغذية. فاش يكون عندك واحد النقص ديال التغذيه معني البوزوان نيتريتيف، فاش يكون عندك
باش يكون عندك واحد لي بوزوان نيتريتيف ناقصين على لابور نيتريتيف. فهمتي لي بوزوان نيتريتيف تيكونوا مع لي زابور نيتريتيف تكون عندك سوز اليمونتي، معناها عندك نقص في التغذية، هادوك تيسبو لك لي كارونس اليمونتير لي شفناهم، تيسبو لك بيان سور واحد بعض الأمراض متعلقة بالغذاء، متعلقة بالتغذية، العوز أو نقص من الفيتامينات أو من الألياف أو من البروتينات أو من آخر. هنا فاش يكون عندك العكس، لو بوزوان نيتريتيف ما مقادينش مع لابور نيتريتيف، لي بوزوان الحاجيات الغذائية متعلقين بهداك المتطلبات الغذائية لي معناها لابور نيتريتيف يكون أكثر من لي بوزوان نيتريتيف. إذا تيكون عندك واحد سيغ أليمونطاسيون معناها واحد لوبيزيتي. تكون عندك واحد لوبيزيتي معناها واحد إكثار من التغذية. فهم إذا انتبهوا معايا، احسن حاجه هو يكون عندك لو بوزوان نيتريتيف متوازن مع لي زابور نيتريتيف. معناه هذاك الشيء اللي كتتناول او الاغذيه اللي تتناولها متوازنه تماما، لي زابور نيتريتيف هذيك الاغذيه اللي تتناول متوازنة تماما مع لي بوزوان نيتريتيف، راه تيسبو لك واحد لو كور اون بون سونت، حيت لا غاسيون اليمونتيغ ايكيليبري دو بوان دو فيو كوانتيتاتيف و كاليتاتيف. فاش يكون عندك هداك لو بوزوان نيتريتيف من الحاجيات الضرورية، فاش الحاجيات لي بوزوان نيتريتيف معناها و تيكون عندك واحد لابور، معناها ضروري خاص يكون عندك، و تيكون عندك لابور نيتريتيف معناه هداك الشي اللي تتناولو أقل من لي بوزوان نيتريتيف، راه تتصاب بعوز ونقص في التغذية. لابور نيتريتيف معناه هداك الشي اللي تتناولو نتا تيكون أقل من الحاجيات الغذائية الضرورية للجسم في 24 ساعة. فهمتيني الحاجة الضرورية ديال الجسم تيكون في الحالة أتقل من الغذاء اللي تتناولو، راه يوقع لك ما يسمى بواحد العوز غذائي أو نقص في الغذاء، معناها راه سوز اليمونتي، النتيجة هي سوز اليمونتي معناها نقص في التغذية، يوقع لك الهزال او بعض الامراض متعلقه بالتغذيه. فاش يكون عندك مثلا الحاجيات ديال الجسم مع داكشي اللي تتناول، اكثر بكثير من الحاجيات الضروريه ديال الجسم، معناها تتناول بكثرة، راه يوقع لك سوغ اليمونطاسيون، العكس ديال سوز اليمونتي، معناها اوبيزيتي. داء العصر، السمنة، مزيان، وتسبب بزاف ديال المشاكل الصحية. إذا من الأحسن أنك يكون عندك البوزوان نيتريتيف، تعرف شنو هما الحاجات الغذائيه، ويكون متوازن مع داك الشيء اللي تتناول، ما يكونش عندك هذاك الشيء ديال لي بوزوان نيتريتيف اتقل
من الحاجات من التناول ديال الاغذيه لي زابور نيتريتيف، معناها خاص يكون عندك ليكيليبر، ما يكونش عندك واحد نقص في التغذيه، ما يكونش عندك واحد الاكثار في التغذيه او افراط في التغذيه. هذه معناها لا غاسيون اليمونتير، هذه هي بالضبط هي لا غاسيون اليمونتير. داك الشيء اللي تتناوله تقريبا في 24 ساعه خاصك تحسبه مزيان، يكون عندك ما لي غاسيون اليمونتير، يكون عندك اون ايكليبر لي بوزوان، يكون عندك ليكليبر توازن ما بين لي بوزوان نيتريتيف الحاجه الضروريه ديال الجسم وما بين داك الشيء اللي تتناوله ايكليبر. وخاص تعرف بان هذاك ديال لي غاسيون اليمونتير غادي تتناول من ناحيه السن او من ناحيه او من ناحيه السن ومن ناحيه الجنس وكذلك من ناحيه ايش يقولوا ليه لاكتيفيتي النشاط ديال الجسم والحاله الفيزيولوجيه تتنوع. اذا خاصكم تهتموا بهذه الفقره بشكل جيد. وفي اخيرا البروتيكسيون دو لاباري ديجيستيف، كيفاش تحمي الجهاز الهضمي. اون بون دونتور، خاص يكون عندك اسنان جيده. اون انويتاسيون ريغولير، وكذلك تغذيه متوازنه. ايكيليبري فافوريز لو بون فونكسيونمون دو لاباري ديجيستيف. نوتر اباري ديجيستيف اكسبوزي بلوزيور مالادي، يعني تكون معرض عدة أمراض كم باغ اكزومبل لا كاري دونتير، تسوس، لولسير كاستريك، حرقة المعدة، دياريل، إسهال، كونستيباسيون. Pour protéger l'appareil digestif, il faut prendre conscience de l'importance d'une alimentation suffisante et équilibrée. خاص ولا بد تحافظ على أولا على نظافة الغذاء، وكذلك تناولو بشكل متوازن ماشي بشكل مفرط. افان دادوبتي لي كومبورتمون اليمونتير سويتي بور لو ماتيان دون بون سونتي. شوا دو مينو، لا فاسون اي لانترفال دو كونسوماسيون، ماشي تناول في اي وقت. ليجيان نظافة اي ليديكاسيون نيتريسيونيل، وكذلك التربية على الغذاء. Reste le moyen de se protéger des des intoxications et des maladies nutritionnelles. Et donc, grosso modo, car on a ce qu'on va faire avec le gaz l'admi, il faut que l'on soit conscient de la ration alimentaire ou maintenant je vais faire un tardia, il est le cas de me faire un lisme de la chasse de la chasse de la chasse. On a fait اليدين والفم وكذلك الغداء، ومراعاة ذاك الغداء اللي تيكون في المتاجر ولا في المحلات. خاصك تشوف ذاك العلاب، تعرف كيفاش تقرا ذاك العلاب، تعرف لا دات دو ليكسبيراسيون اكسيتيرا، تاريخ انتهاء الصلاحية. واخا هادشي اللي كاين دابا، شرحنا لكم الغول دي زاليمون دون لا ساتيسفاكسيون دي بوزوان دي كور. في الاول شرحنا لكم شنو هو ما يسمى بلي زاليمون كومبوزي، شنو من المجموعات اللي تتكون من ست مجموعات. شرحنا لكم شنو هي لي زاليمون سامبل، شنو هما التنوع اللي تيكون عندنا. لي زاليمون باتيسور كاين هما البروتيد، و زاليمون انيرجيتيك هما ليبيد و غليسيد، و زاليمون فونكسيونيل هو البقية او سيلمينا و فيتامين. وشرح لكم هاد لونسومبل دي سيكاتيوري الديليمونتيغ. هاد لي زاليمون فونكسيونيل باتيسور انيرجي اكثر انيرجيتيك، خصك تفاداوها انيرجيتيك. يجب عليكم اكثر من لي زاليمون فونكسيونيل واقلال من لي زاليمون انيرجيتيك، وعلى حسب الحاجة، على حسب الطلب اللي باتيسور، باش تحافظوا على البوزوان نيتريسيونيل افيك لابور نيتريتيف. هذاك الشيء اللي تتناولوه متوازي تماما الحاجه ديال الجسم، خاص هو بدا تحقق ما يسمى بلا غارسيون اليمونتير، معناه تلبيه الرغبات ديال تلبيه الحاجه ديال الجسم خلال 24 ساعه. خاص يكون عندك هادشي بيان كالكولي وبيان ايكليبري من ناحيه الكميه والكيفيه، الكميه كوانتيتاتيف والكيفيه كاليتاتيف، باش تحافظ على الجسم نتاعك. اذا كان هناك خلل عدم توازن، معنى الاكثار من التغذيه لابور نيتريتيف اكثر من التغذيه على حساب الحاجه ديال الجسم، راه يوقع لك ما يسمى سيغاليمونطاسيون، معنى السمنه، داء السمنه. اما اذا كان عندك اقلال بشكل رهيب تناول ديال الغداء،
على حساب لي بوزوان نيتريتيف، على حساب الحاجيات ديال الغداء على 24 ساعه، معناها الجسم ديال الانسان تيطلب لك واحد لي بوزوان نيتريتيف وانت ما تتحققش حاجه، يكون عندك واحد سوز اليمونتي، معناها يكون عندك لي كارونس اليمونتيغ او العوز في التغذيه، وقد يسبب لك امراض. ويجب عليك المحافظه على الجهاز الهضمي بالنظافه، وكذلك تجنب الافراط في التغذيه. صافي، هادشي اللي كاين. اذا نكتفي بهذا القدر، والى اللقاء ان شاء الله في ملخص قادم حول الاس في تي. اليوم طرقنا غير ليديكاسيون اليمونت ليديكاسيون نيتريسيونيل اي لا بروتيكسيون دو لاباري ديجيستيف. اذا في الحصه القادمه ان شاء الله نطرقوا واحد الموضوع، موضوع مختلف تماما، واحد الفصل الثالث مختلف تماما عن الفصل الاول، هو لا ريسبيراسيون، التنفس، لا ريسبيراسيون. غادي نتكلموا شي ما حول هذا الموضوع، لا ريسبيراسيون موضوع مهم جدا 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 في شابي 3، وعندكم في المقرر في الدوره الثانيه، الدوره الاولى من السنه الثالثه اعدادي. نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم نشرح لكم لا ريسبيراسيون بطريقه ملخصه. شكرا لكم على حسن الاستماع، والى اللقاء. حاولوا تبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم من المستوى الثالث اعدادي بيوف، وكذلك مترشح الاحرار ان شاء الله بالنجاح.